نسمعها منها. احنا ان شاء الله هنبتدي دلوقتي محاضرة الدكتورة رانيا. بس دكتور احنا هنبتدي بول الاول على البريترم نيوتريشن. هل احنا كلنا بنبتدي بريترم انترال فيدنج على طول، ولا احنا ممكن يبقى عندنا ديفرنت اكسكيوز؟ فاستاذن دكتور رانيا ان احنا نبتدي البول بتاعنا. تفضلي يا مريم، اهلا بيك. طيب احنا عرضنا في الفيديو اللي فات ده المالتيبل اكسكيوزز اللي احنا بنواجهنا واحنا بنتعامل مع البريترم يونيتس. عندنا دلوقتي البول هيبتدي. لو في اي حد من الاتنديز موجود ممكن مع وجود الاكسكيوزز دي
هيبتدي الفيدنج او هيستوب يا ريت نختار في البول. معنا بالظبط دقيقتين، كل واحد كده يختار في البول، وهنعرض الريزلتس في الاخر ان شاء الله. تمام. افتكر احنا كده خلصنا الوقت بتاع الفول بتاعنا، احنا في الاخر اليوم ان شاء الله هنعرض الريزولتس. انا يسعدني ويشرفني ان اقدم دكتوره رانيا ابراهيم استاذتي العزيزه، ومن المشجعين ليا دايما في تحضير الورك شوبس والايام العلميه والويبينار ده. شكرا دكتور رانيا، وتفضل حضرتك. السلام عليكم، اهلا بيكم، واتمنى ان النهارده يكون يوم سعيد. احنا كنا متعودين انيوالي ان احنا نتقابل، بس للاسف علشان ظروف الكورونا فاحنا هنتقابل فيرتشوالي. اتمنى ان احنا نستفيد زي كل سنه ونغير شويه في الكونسبتس اللي عندنا اللي هي شويه ما كانتش مظبوطه، ونستفيد كلنا ان شاء الله. مريم، أنا عندي مشكلة في الشيرينج سكرين. ثانية واحدة. كده تمام. هنتكلم في ال 30 دقيقة الجايين إن شاء الله على البريترمات. إحنا سمعنا مع دكتورة مها إن إحنا بنبدا تي بي ان فيري ايرلي ان لايف. هو احنا النهارده متجمعين اصلا علشان البري ماتوريتي، والبري ماتوريتي دي جلوبال بيردن موجود في العالم كله، ومصر بالتحديد من الحتت اللي مش قليله فيها البري ماتوريتي. اخر ريبورت طالع ان احنا عندنا من 100 ل 250 الف بري تيرم ديليفري اير، وده رقم يعتبر من الارقام العاليه. واحنا كلنا عارفين ان المورتاليتي بتاعه الاطفال تحت سن 5 سنين نصها في النيونيتال بيريد، ومنها حوالي 16% من البريماتوريتي. وكانت ال WHO وجهت كل شغلها في الفترات الحوالي ال 20 سنه اللي فاتوا علشان نحسن المورتاليتي بتاعه البريماتوريتي. وبعد ما تحسنت المورتاليتي واجهتنا مشكله قويه، نبقى عندنا دلوقتي السرفايفرز، والسرفايفرز دول هيطلع عندهم يا ترى امبيرمنت، مايلد امبيرمنت، ولا ما فيش امبيرمنت، ولا سيفير امبيرمنت. البريترم المتوقع انه هيتولد في مكان من الاماكن دي، يا اما هيتولد في هاي انكم كانتري ده لحسن حظه ويبقى عنده كل الفاسيلتيز المتاحه، او يتولد في لو انكم كانتريز سواء بقى فيها فاسيلتي او ما فيهاش فاسيلتيز اصلا. لو هندور على مصر، احنا عندنا الفور تايبس دول جوانا، عندنا حتت هاي انكم وحتت لو انكم وحتت ما فيهاش فاسيلتي اصلا، فاحنا مضطرين ان احنا نتعامل مع البري تيرم في جميع الاماكن دي. النهارده احنا فكرنا ان احنا نتكلم في البري تيرم على النيوتريشن، لان النيوتريشن حاجه مهمه جدا وتعتبر بيزك مانجمنت في البري تيرمات. ما فيش بري تيرم مش هيواجه هذه المشكله، ممكن بري تيرم لا يواجه مشكله الريتينوباثي والبريماتيوريتي، لكن النيوتريشن كل بري تيرم هيواجهه فكره هاو تو نارش يور بري تيرم. لو احنا كنا اتسالنا من فترات السابقه هي ايه الجولز بتاعتنا
ان احنا ننرش البريترم ده، كانت الجولز بتتقال ببساطه هم هدفين رئيسيين. اول واحد ان احنا نوصل للريتس اوف جراف ونيوتريانت اكريشن بتماتش البيبي اللي موجود انترال ترايل، وان احنا نبعد عن الكومبليكيشنز، يعني ندي حاجه تخليه يكبر زي البيبي انيوترو لكن ما ناذيهوش وما ندخلش في كومبليكيشن. المشكله في الكونسبت ده ان هو بيقارن ويخلي فكرنا ان البريترم اللي اتولد زي الانيوترو فيتس، وده كونسبت غلط لانه احنا عارفين انه الفيتس انيوترو بيجين مور لين تيشو من البريترم اللي موجود، فما ينفعش ان انا اعامله بالاثنين. ومن هنا بدات الكونسبت بتاعت الاوبتيمال نيوتريشن تتغير من ان احنا نخلي ميميكينج الانيوترو جراث لان احنا ندي الاوبتيمال نيوتريشن اللي بتديني اوبتيمال شورت اند لونج تيرم هيلث. مش الهدف ان انا اكبره، انا عايزه له اوصل لشورت ولونج تيرم هيلث. طيب المشكله كانت في البريترم ان احنا زمان من حوالي 20 30 سنه كده كانت البريترمات بتتابع وتتحط على الكومن جراف تشارتس اللي موجوده عند الاطفال كلهم، وده كان بيخلينا نقول ان معظم البريترمات بيبقى عندهم ما فيش كاتش اب بيحصل لهم في الجراف الا عند سنتين ثلاثه. بدات الدنيا يقولوا لا، طب احنا عايزين البريترمات يتحسنوا ويكبروا احسن من كده، فبدانا نتجه للهايبر كالوريك نيوتريشن، والهايبر كالوريك نيوتريشن دخلتنا في دايليما ثانيه خالص بتاعه الميتابوليك سيندروم والاي اوفر فيدنج، وبدات تطلع لنا المشاكل اللونج تيرم كومبليكيشن زي الاوبيزيتي والكارديو فاسكولار كومبليكيشن للهايبر كالوريك نيوتريشن اللي كنا بنديها للبريترمات. طب الحل ايه؟ بداوا يفكروا هو المشكله فين. المشكله في الميثود اوف اسسمنت، ان احنا الكومن جراس تشارت دي ما تنفعش ان احنا نحط عليها البريترم. ومن هنا طلعت الفينتون تشارت، والفينتون تشارت كانت لطيفه جدا وكانت طالعه بس للبريترم و شغاله كويس، ولحد دلوقتي فيها مشكله قويه ان هي ما زالت معتمده على ان البريترم هيكبر زي الانيوترو بيبي، وده احنا قلنا كونسبت مش تمام. دلوقتي بقى في الانتر جراس 21، وده بدا الشغل عليه بقوه الفتره اللي فاتت، والكمباريزون بينه وبين الفينتون تشارتس بدات تبقى في ريسيرش كتير عليها، ولحد 2020 احنا بنشوف الكمباريزون دي موجوده، هل يا ترى تستيك للفينتون ولا نبدا نشتغل على الانترجرام. طيب احنا هل المفروض ان انا اقعد ادور على البريماتيور الديلي ريكويرمنت بتاعته قد ايه بالظبط؟ جلوبالي الانترال فيدنج دايما دكتوره مها قالت لنا بيختلف على البارنترال فيد. الانترال فيدنج احنا بنحتاج كالوريز اكتر شويه من 110 ل 130، لان البارنترال بيوفر لانه في less fecal energy loss و fewer episodes of cold stress و somewhat البيبي الاكتيفيتي بتاعته ما فيهاش اكسبنديتشر قوي. وما ننساش تماما ان البريتر ما عنده مشاكل كتير وان ممكن يبقى معاك حاجات من الكرونيك النس، فاحنا واحنا بنحسب له الانرجي ريكويرمنت بتاعته لازم ندور هل هو عنده كرونيك النس بيصرف فيه كالوريز ولا لا. لو قعدنا ندور في الجداول على النيوتريانت ريكويرمنتس في الانترال نيوتريشن، على ناخد على سبيل المثال حاجه زي الكالسيوم، هنلاقيه مكبل لنا رقم رف جدا من 100 ل 220. يا ترى الارقام دي جت منين؟ وهل المفروض مني ان انا اعرف كل رقم منهم؟ الارقام موجوده في الجداول لكن يهمني اعرف هي جت ازاي. لو فكرنا في الكالسيوم هو اللي بيتقال ان هو حوالي 220 ميلي جرام بير كي جي بير داي، ف جت منين؟ جت ان الانتراترين اكريشن ريت بتاعنا حوالي اللي هو البون ديبوزيشن بيحتاج 105 ميلي جرام بير كي جي، نحط عليهم اليورينري لوسز اللي هي حوالي 5، ونحط عليهم الكيتانيوس لوسز اللي هي حوالي 2، فهيديني سب توتال نت بتاع حوالي 112. امال جت 200 ل 240؟ ما ننساش ان النت ابزوربشن اوف دايتري كالسيوم 50% بس، يا حضرتك اللي هتديه انترالي 50% بس منه اللي هيتاخد، عشان كده لازم تضابل الريكويرمنتس. وما تنساش ان في بعض الكلينيكال سيتويشن بتحتاج ان احنا نغير الريكويرمنتس سواء نزودها او نقللها. هل ده اللي المفروض مني ان انا اعرفه؟ ان انا اعرف ارقام واعرف ازاي احسب وازاي هحط له ايه في الانترال نيوتريشن؟ لا، الفكره في القصه دي ان احنا محتاجين نعرف في الاخر اللي انا حسبته ده هديه للبيبي ازاي؟
How do I nourish this baby? البريترم اللي انا قابلته ده. دايما دكتوره مها قالت لنا ان التي بي ان هنبدا من الفيرست داي واز ايرلي از بوسيبل، وكلنا مقتنعين بكلام دكتوره مها 100%. طيب هل ممكن اطلب منكم ان احنا نبدا ايرلي انترودكشن اوف انترال فيدنج؟ للاسف النقطه دي ناس كتيره قوي بتعترض عليها، يعني كل المعلومات اللي بتيجي على التي بي ان بنتقبلها بسهوله، واه فعلا لو انا عندي افيلبل تي بي ان فانا مستعده ان انا ابدا تي بي ان، لكن اقول لكم نبدا ايرلي انترودكشن اوف انترال فيدنج الناس كلها تبدا تعترض وتقول لا انا مش هبدا. طب ليه الناس ما بتبداش الانترال فيدنج ايرلي؟ يقول لك طب ما انا عندي خلاص تي بي ان، انا هاجل الانترال فيدنج لاسبوع اسبوعين، اصل البيبي بتاعي ابجره قليل شويه، اصل البيبي بتاعي انا طبعا هركب له امبليكال كاث لان انا ما عنديش فاسكولار اكسس، فالامبليكال كاث وهي راكبه انا ما اقدرش ارد عليه. البيبي بتاعي بيدخل في ابنيا، بيدخل في برادي كارديا، ده انا فنتلت البيبي، البيبي لا محطوط على سيبك فانا ديفنتلي مش هرضعه. البيبي بياخد انتروبس، البيبي بتاعي طب مش عايزه ليه تدي اصلا من عندي تي بي ان؟ ما خلاص واحنا قلنا تي بي ان كويس وبنحضره كويس وهيغنيني عن الانترال نيوتريشن. البيبي ديفلوب سبسس، هو انت ناسيه ان الجات بتاعت البريتيرم immature gut، البيبي البريترم بريترم عنده immature gut، واحتمال يبقى عنده بي دي اي، واحتمال اكون بديله حاجه تقفل بي دي اي فانا ما ينفعش اديه. طب خلينا نبص ونشوف هي الليتريتشر بتقول ايه، والكلام اللي في الليتريتشر ده احنا بقى لنا 20 سنه بنقول فيه. الكلام اللي في الليتريتشر بيقول ان احنا نبدا enteral nutrition early بيتقال من قبل الالفينات، يعني بيقال من اواخر التسعينات، ان في a lot of clinical benefit لل early feeding في ال premature infant، اللي هي زي احنا لما نبدا نرضع early enteral nutrition هيبقى عندنا better feeding tolerance، وهيبقى عندنا more rapid maturation. وخلينا نفتكر دايما ان الماتوريشن ليها علاقه بالموتيليتي، once the intestine is motile so it's mature. طب هتبقى motile ازاي وحضرتك مش بترضعها؟ early enteral nutrition بيزود لي الانزيماتيك اكتيفيتي بتاعت الجي اي تي كلها، بيزود اللاكتيز، بيزود كل الليفل اوف جاسترو انترستينال هرمونز، بيقلل الانتستينال بيرميابيليتي. خلينا نفتكر ان دي حاجات اللي هتقلل لنا النك، وده البعبع بتاعنا الفيدنج انتوليرنس والنك، بتقلل الريسك بتاع اللاكتو الليت اونست سبسيس، وبيقلل الهايبر بيلوروبينيميا، وبيحسن الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن، ودي مشاكل كبيره بنواجهها في البريتر. الفيجر ده بيورينا ان هو انيمال ستادي، ان الانيمالز اللي ما خدتش انترال نيوتريشن خالص بيبقى مستوى الانزيمز فيها قليل جدا جدا جدا، لكن بمجرد ما بنبدا ندي انترال نيوتريشن الانزيمز بتعلى، وده شكل الليفر مع لما ما نديش انترال نيوتريشن، وشايفين منظر الكوليستيزيس فظيع فيه بعد 7 ايام بس حرمان من الانترال نيوتريشن. خلينا نفتكر ان الجي اي تي بتاعتنا كانت بتاخد بلاد سبلاي من سنترال ارتريول ومن الميوكوزا نيوتريشن، والميوكوزا نيوتريشن هي كانت بتمثل الرقم الاكبر، في ناس بتقول 60% وناس بتقول بتوصل لاعلى من كده، ان المين نيوتريانت للجي اي تي اليومن بتاعنا هي الميوكوزا نيوتريشن، وان احنا لو قررنا في ظل ظروف ان العيان سيبتك شويه فانا مش هدي انترال نيوتريشن، ان انا بالعكس هسوق القصه، الجي اي تي مش هتاخد النيوتريشن الكافيه بتاعتها، وهيحصل اتروفي في اللاي مع وجود السبسس، احنا فيري لايبل ان احنا ندخل في الان تي سي. خلينا برضه نقول ان الحاجات اللي بتانفلونس النكروتايزنج انتيريو كولايتس ان جود واي، اكتر 3 حاجات لقوهم في الميتا اناليسيس بتحسن بتقلل نسبه الان اي سي، هي ان احنا نحط البيبي على ستاندردايزد فيدنج ريجيمن، ان احنا لما نحب نرضعه نرضعه بريست ميلك، ان احنا لما نحب نديه حاجه فورتيفاير نديه هيومن ميلك بيزد هيومن ميلك فورتيفاير. دول اكتر 3 حاجات تقلل لي الانسيدنس بتاعت الان اي سي. خلينا نقول كمان انه لو حضرتك قررت ان انت تاخر الانيشيشن اوف انترال فيدنج، ده هيزود لك السبسس وهيزود لك البوست نيتال جروس فيلير، يعني لما تبدا ترضع اورال بدري هتوصل اكتر واحسن للجروس في الفتره اللي البيبي قاعد معاك فيها.
اعتقد كده دي يعني حاجات من الليتريتشر، ومن الليتريتشر القديمه مش جديده، يعني احنا بنتكلم في كده من اواخر التسعينات، من 99 و98، ان وي هاف تو ستارت ايرلي انترال نيوتريشن. وفعلا بدا الكونسبت ده يتغير عندنا شويه، وبدانا ان احنا نرضع بدري. بس يا ترى هنرضع ايه؟ طبعا من محدش فينا عنده شك نهائي ان الهيومن ميلك هو ذا بيست، وان اللاك اوف بريست ميلك ماي بي ذا كومنست اميون ديفيشنسي اوف انفانسي. وحضرتك لما تحرم البيبي من البريست ميلك انت قصرت في حقه جدا. وان البريست ميلك ليه فايدتين كبار، مش بس الكونسبوزيشن بتاعه البريست ميلك اتسلف، لا النيرسينج بروسيس اتسلف، يعني البريتر محتاج يرضع بريست ميلك ومحتاج يبقى نيرست. فاحنا نعملهم ازاي؟ احنا عايزين بريست ميلك كومبوزيشن علشان الجراس فاكتورز وعشان الماتوريتي وعشان الاميون فاكتورز وكل الحاجات دي، بس البيبي بتاعي مش هيقدر يرضع ام بريست. طيب خلينا نعمل اكسبريشن للبريست ميلك ونرضعه. الحاجة التانية ان انا اعمل له نيرسينج. البيبي بريترم بيستفيد جدا من جاست بينج نيرس في حضن مامته، انه بيحسن له الهارت ريت فاريابيليتي، بيحسن له التمبريتشر، بيزود اللينك بينه وبين مامته، بينفيت الام نفسها مش بس البيبي. وده ممكن نحققه بان احنا نعمل نون نيوتريتيف سيتنج، علشان ابقى انا اللي بتحكم في الكمية اللي بياخده، فانا برضع البيبي على صدر مامته الفاضي. والكانجرو ماذر كير، ودي عملية النيرسينج اتسلف، وبتحسن جدا البري تيرم سواء في الهارت ريت، في التمبريتشر، اخليني اعرف اشيله بسرعة على من على الفنتليتور. وزي ما انتم شايفين كون العيان فنتليتد ده ما يمنعش ان احنا نعمل كانجر وماذر كير. البريس فيدنج مش بس بيحسن الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ده على اللونج تيرم بيحسن النيورو ديفلوبمنتال اوتكم. والمشكلة البريترمات ان احنا لقيناه عندهم سايكولوجيكال بروبلم وعندهم نيورو كوجنيتيف problems بتظهر بعد كده. البيبر دي عملت following up للناس اللي جابتهم في حدود 35 سنة، يعني حد أضلت عنده حاجة و30 سنة، وشافتهم مين اللي كانوا ex-preterm ومين اللي ما كانوش، ولقوا ان الولاد ex-preterm بعد ما بيكبروا بيبقى عندهم better IQ و better earning ability، بيكسبوا فلوس أكتر لما يكونوا كانوا واخدين breastfeeding في الأول. عندنا الجايدلاينز في الفيدينج، نبدأ ازاي بالظبط؟ دي ماكماستر يونيفرسيتي، دي واحدة من أشهر اليونيفرسيتي اللي مطلع لنا جايدلاينز how to start feeding. بنقول إن الفرست تشويس هو الأم ماذر إكسبريس بريس ميلك. ويبقى أول حاجة لو الأم موجودة وعندها كولوستروم أو بريس ميلك هاخده منها، وبريفيربلي إنه يبقى فريش، يعني لو الأم جايبة فريش بريس ميلك أو كولوستروم ومعاها رضعة هي معصراها قبل كده ومخزناها فروزن، فالافضل ان انا ابدا بالفريش، لان الفريزنج بيعمل بعض الديبليشن لشويه كمانسل واميون سيلز وبيقلل الفات بتاع البريست ميلك، فالافضل الفريش بعد كده الفروزن. لو ما فيش ادور على دونر، فلان انا فكرتي ان انا عايزه افضل على اكسكلوسيف هيومن ميلك، عايزه ابعد عن اي حاجه فيها بوفاين او فورمولا او كده، لان ده بيزود الان اي سي. لو ما فيش خالص فانا هو الثيرد تشويس اللاست ريزورت ليا ان انا ادي البري تيرم فورمولا. وكوست افكتيفلي هم بره بيحسبوها مش زينا، هم بره بيحسبوها هصرف قد ايه فلوس على الولد اللي هيرضع طبيعي والولد اللي هيرضع فورمولا. لقوا ان لما بنرضع طبيعي احنا بنوفر 8000 بلس دولار للبيبي الواحد، وطبعا ده ان ذا فيفر اوف ان احنا ندي بريست ميلك. خلينا ما ننساش ان الكولوستروم على الرغم من كميته القليله، حتى لو انا مش هبدا ارضع رضاعه كامله بيه، ان انا ممكن اعمل بيه سواب، اعمل اوروفارينجال سواب، وان الاوروفارينجال سواب بالكولوستروم ده يفضل اعمل بيه لحد ما ارضع البيبي. يعني لو انا عندي فكره ان انا مش هرضعه دلوقتي، اتليست نعمل سواب للاوروفارينكس بال كولوستروم، لان ده بيحسن الاميونيتي بتاعه البيبي وبيحسن الميلك سبلاي عند الام. طيب لو انا يعني ما عنديش بريست ميلك، انا هلجأ للفورمولا. طب انا البيبي بتاعي بريماتيور وحابه اديله يا دكتوره بريماتيور فورمولا علشان هي دي اللي هتكبره اكتر. هو احنا مش هدفنا ان احنا نعمل رابيد جروث. طيب لما احنا بندي الفورمولا البيبي بيكتر اكتر. يس الفورمولا is associated with faster rate of growth، لكن معايا doubling
تقريبا دبلنج للريسك اوف ديفلوبينج نيكروتايزنج انتيروكولايتس. فانا هكبره وعرضه لانه يجي له نيكروتايزنج انتيروكولايتس مرتين ضعف زي البيبي اللي هياخد بريست ميلك. طيب ما احنا نديله فورمولا بس نخليها دايليوتد. للاسف لحد هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في ناس بتدي دايليوتد فورمولا، وده اللي شجع الكوكرين انها تعمل في 2020 يعني السنه دي اللي احنا بنتكلم فيها، مطلعين ريفيو محترم على هل الدايليوتد فورمولا فيرسس الفول سترينث فورمولا لسه ليها مكان ولا لا، لان في ناس لسه بتتبع هذا البراكتس. فهم قالوا ان في لو سيرتينيتي اوف ايفيدنس خالص على قصه الدايليوتد فورمولا، وان اللي بيتكلم على الدايليوتد فورمولا ماشي على مجرد 3 ريسيرش اتعملوا فيري اولد ترايلز، ومفيش حد المفروض ان هو يمشي ورا القصه دي دلوقتي. احنا نحاول نبقى ايفيدنس بيزد شويه بس نقرب برضو للبراكتس بتاعنا. طب يا ترى هبدا ازاي؟ هل انا مع الجروب اللي هيبدا very slowly واحده واحده وده بريتيرم وخلي بالكم، ولا المفروض ان انا اسرع شويه؟ هل امشي زي تورتويس ولا ام ذا هارت؟ هل الاحسن ان احنا نمشي بشويش ولا بسرعه؟ خلينا نشوف. حضراتكم تعرفوا الكونسبت اسمه من. واتس من اصلا؟ المن دي ستاندز فور ايه؟ مينيمال انترال نيوتريشن. الكونسبت بتاع المينيمال انترال نيوتريشن ده براكتس اوف فيدنج، ان انا بدي ماينوت فوليوم للانترال فيد، مش هدفها ان انا ادي فيدنج، الهدفها ان انا احسن الماتوريتي بتاعه الجي اي تي بتاعه البريتر. وعلى الرغم ان هي ما بتديش سفيشنت كالوريز، واحنا عارفين الكلام ده ان المن ما بتدي سفيشنت كالوريز للجروس، لكن هي بينيفيشال كاتروفيك افكت. ومن هنا بدات المن اللي هي المينيمال انترال نيوتريشن تتحول لكلمه تروفيك فيدز، فاحنا بنستعمل كلمه تروفيك فيدنج على المينيمال انترال نيوتريشن. طيب هل المينيمال انترال نيوتريشن دي المفروض اديها لكل البريتر مات؟ المفروض اه. مين البريترم اللي ما ينفعش اديله مينيمال انترال نيوتريشن؟ الحد الوحيد اللي ما ينفعش ياخد مينيمال انترال نيوتريشن العين اللي عنده انسولين اوبستراكشن، اللي احنا بنحطه ام بي او ناثينج بيرقص، بقه مقفول خالص ومش المفروض ان انا ادخل فيه اي حاجه. ان الانسان الاوبستراكشن والكونتكست بتاعتها زي مثلا نيكروتايزنج انتيروكولايتس. طب يا دكتوره ولا حاجه تانية؟ ولا حاجه تانية تخليني اوقف التروفيك فيدنج؟ الكلام ده طالع بكوكرين ريفيو من 2013. لا اسفيكسي ولا ريسبيراتوري ديستريس ولا سيبسس ولا هايبوتنشن ولا جلوكوز ديستربنس ولا فنتليشن ولا امبليكال لاين راكب، كل دي زي ما احنا بنسميها اليباي حجج علشان ان انا اوقف الفيدنج. الحاجات دي كلها مش المفروض ان انا اوقف الفيدنج عليها. الحاجه الوحيده اللي انا بوقف الترافيك فيدنج عليها هي الانتستينال اوبستراكشن. طيب هو المن ده مينيمال، مينيمال ده قد ايه؟ هل يا ترى ابدا كده زي ما بنقول نلحس البيبي 1 ام ال كل 6 ساعات وازودهم 1 ام ال كل 3 ساعات وبعدين 2 ام ال، ولا اديله 10 ام ال بير كي جي بير داي وازود ديلي ب 10 ام ال بير كي جي ديلي، ولا دي ابدا ب 20 وازود ب 20؟ زي ما اتفقنا احنا هنشوف الايفيدنس بيسد ايه الاول. الليتريتشر في 2020 اتقال ان احنا زي ما انتم شايفين كده الارقام مفزعه، ان البيبي لو بيرث ويت بتاعه اقل من 2 كيلو فاحنا هنبدا ب 20 ام ال بير كي جي بير داي، دي بدايه مفيش اقل من كده. يعني تروفيك فيدنج بالنسبه لهم المينيمال انترال نيوتريشن هو 20 ام ال بير كي جي، والانكريمنت بتاعنا اللي هو يوميا هيبقى من 20 ل 30، وايفن في الاولاد اللي فوق كيلو ونص ل 2 كيلو انا ممكن ازود 30 ل 40، يعني ازود 40 ام ال بير كي جي بير داي انكريمنت كل يوم. في الولاد اللي هم تحت كيلو بقى ممكن اثبت ليومين ثلاثه في الاول المن، وبعديها ابدا اعمل ادفانسمنت اوف فيه. الولاد بقى اللي هم فوق 2 كيلو ونص اللي ستيبل اللي ما عندهمش اي مشكله، دول احنا ممكن حتى نبدا بارقام اعلى من كده، نبدا ب 50 ام ال بير كي جي. ودي طبعا ارقام يعني معظمنا ما بيشتغلش عليها، 20 رقم احنا كتير مننا بيشتغلوا، بس كتير بيخاف قوي وبيبدا فيري سلو. طب ونجرب، طب وندي سنتي، ادينا بنفيد بجد. انتوا مش قلتوا فيد زجات مش فيد زبابي؟ هنفيد بجد بملي، هنفيد بجد ب 2 ملي ونقلل شويه ونخليه لها سلوينج داون. طب لو الارقام دي احنا جربنا نستعملهم، معظمكم هيقولوا علينا مجانين،
مع ان دي الليتريتشر هي اللي بتقول كده، مش انا اللي جاي اقول الكلام ده، وده مش كذبه، دي بيبرز وابحاث معموله وشغل على ارض الواقع بنطلع منه الكلام. طب هتقولي لحضرتك يا دكتوره ما سمعتيش عن البيبر اللي طلعت في 2017 ده، كان كوكرين ريفيو قوي جدا، بيقول لك ان السلو ادفانسمنت اوف انترال فيد فوليوم تو بريفنت نيكروتايزنج انتيريو كولايتس، ده معناه ان انا محتاجه اعمل سلو ادفانسمنت للانترال فيدنج علشان ما حصلليش نت. اقول لك طب تعالى نقرا البيبر دي كانت بتقول ايه. الكونكلوجن في البيبر دي التفاصيل بتاعتها، يشتغلوا على 3753 بريتيرم. في الكونكلوجن اتقال داتا دو نوت بروفايد ايفيدنس، العنوان حاجه والكونكلوجن العنوان هو بيقول احنا هنريسيرش القصه، لكن الكونكلوجن ان مفيش داتا تو بروفايد ايفيدنس على العنوان ده لحد دلوقتي. لما ايفن نبص كمان في الداتا بتاعت الريزلت بتاعت الكوكرين ريفيو ده، هنلاقي ان الانسيدنس اوف نيكروتايدنج انتيروكولايتس كانت ان فيفر للولاد اللي بياخدوا فاستر ريت، والمورتاليتي برضو ان فيفر للولاد اللي بياخدوا فاستر ريت، الا بس في حالات الولاد الاكستريملي لو بيرث ويت، وانه الفيدنج انتوليرنس كان برضو ان فيفر للفاستر ريت، ونفس القصه للانفيزيف انفكشن. يبقى كان كل البارامترز بتاعت الاوت كام كانت ان فيفر للفاستر ريت. الاقوى من كده ان هو كان بيعرف سلو ادفانسمنت ب 15 ل 20 ام ال بير كي جي، في حين ان رابيد ادفانسمنت ده 30 40، يعني الفاستر ريت اللي هو بيتكلم عليه 30 40 والسلو بتاعه هو 15 20 اللي احنا اوريدي بنشتغل سلوور عنه ده. طيب في بيبر تانية كانت طالعه بتقول لك طب خليك على برونجد مينيمال انترال نيوتريشن، يعني انا هدي مينيمال انترال نيوتريشن حاضر بس خليني عليها برولونجد بقى اقعد اكمل. خلينا نقول ان الكونكلوجن قالت ان البرولونجد مين از نوت اسوشيتد ويز ديلاي ان تايم تو اتشيف، ودي حاجه حلوه خالص. طب هم برولونجد قد ايه؟ هم بداوا الرضاعه في اول 24 ساعه، والانفنت بتاعهم اللي هم قسموهم مجموعات بداوا ب 15 من 10 ل 15 ام ال بير كي جي في السلو ادفانسمنت، و20 ل 25 بداوا بعد 5 ايام، يعني قعد بس 10 ايام على من 10 ل 15. احنا اوريدي بناخد 5 ايام اللي هم سنتي سنتي كل 6 سنتي كل 3 ونبدا نتكلم بشوش. هو بدا من 10 ل 15 وقعد عليهم 5 ايام، بعد كده بدا يعمل انكريمنت ب 20 ل 25 which is quite high، ما حدش هنا بيعمل كده. الناس من فكره ان الفاستر اكريمنت والفاستر ريتس بتاعت الانترا نيوتريشن بتجيب نتائج احسن، بداوا يقولوا خلينا نعمل ايرلي واتس كولد اجريسيف انترال فيدنج. اجريسيف فيدنج هنشوف هو عرفوه بايه، وحاولوا يجربوه في الولاد اللي هم تقريبا كيلو من كيلو لربع الكيلو وربع، ولقوا ان الايرلي اجريسيف فيدنج ريجيمين ده فيزبل، يعني ممكن يتاخد وما عملش مشكله وسهل ان احنا نديه. والاجريسيف بتاعهم ده كان 30 ل 40 ام ال بير كي جي، يعني حضرتك تبدا ترضع البيبي على 30 وتانكريمنت على 30 40، وده كان فيزبل في الولاد ايفن اللي تحت كيلو. ايفن الناس المور اكستريمز قالوا طب ما احنا بدل ممكن نرضع بقوه كده ونرضع عالي، طب هو احنا ليه كمان ما نديش انترال نيوتريشن من غير بارنترال؟ احنا مش هندي بارنترال نيوتريشن وهنوقف اللاين وهنوقف السنترال لاين وهندي انترال بس، لقوها فيزبل وان هم فعلا عرفوا يدوا انترال نيوتريشن للولاد اللي فوق كيلو و200 وعرفوا يعدوا بيهم المرحلة الأولانية وكملوا من غير ما يحتاجوا تي بي ان اصلا للولاد دول. في اديتوريال قوية نزلت في 2019 بتقول لك بعد الكلام ده كله is it for change حاجة؟ هل تحبوا تغيروا؟ maybe the heart defeat the tortoise، ممكن الرابيد ادفانسمنت والجرأة في ان احنا نزود الانترال فيدنج تجيب نتائج احسن وتغلب السلو ادفانسمنت اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هتقول لي هو حضرتك مش خايفه من البعبع؟ هقول لك ايه البعبع؟ البعبع بتاع الرابيد ادفانسمنت ان احنا يجي لنا فيدنج انتوليرنس، ان احنا يجي لنا نك. طب خلينا نشوف هو ايه الفيدنج انتوليرنس. معظمنا بيشخص الفيدنج انتوليرنس بامسز،
بقى ابدومينال ديستنشن شويه، لا الانتستينال لوبس مرسومه، لا ده عنده جاستريك ريزيديو، ده بيجيب جاستريك ريزيديو ملون، عنده جاستريك ريزيديو بني، ده عنده جاستريك ريزيديو جرين شويه. احنا هنعمل اوكلت بلاد في الاستول، لو لقيناها موجوده هنوقف الرضاعه، ده اكيد عنده فيدنج انتولرانس وام تي سي. ابدا ادور على ديفينيت دايجنوزس للفيدنج انتولرانس، مفيش سوليد دايجنوزس، وهي دي الدايليما بتاعتنا. لو احنا هنشخص العيان كفيدنج انتولرانس غلط، ديفينيتلي هنعالجه غلط. فيبقى الحل ان احنا نعرف هل فعلا دي البارامترز ان احنا نحكم بيها كل بارامتر لوحده على الفيدنج انتولرانس. اهم حاجه واكتر حاجه الناس بتعملها الافكت اوف جاستريك ريزيديو. يا دكتوره العيان جايب جاستريك ريزيديو عالي، خلينا نقول ان الجامعة نشرت الكلام ده في 2019، قالت فيه ان الايفالويشن اوف جاستريك ريزيديوال از انيسيسري، مش مهم، مش مهم اصلا ان انا ابص على الجاستريك ريزيديوال. And it may decrease the delivery of enteral nutrition. لو حضرتك هتاخد بالك من الجاستريك ريزيديو، هيبقى هو ده سبب ان انت تأخر الانترال نيوتريشن بتاعك. مش بس كده، ده انا ممكن اعيش من غيره خالص. الناس بتستغرب احنا هل ممكن نتابع بري تيرم من غير ما نعمل البريفيد جاستريك ريزيديو قبل ما اجي ارضعه، اسحب من الرايل واشوف هي جايبه جاستريك ريزيديو؟ يس، it would seem reasonable to omit، نوقف خالص البريفيد جاستريك ريزيديو في الكلينيكال براكتس بتاع الولادي الفيري بري تيرم انفنت. الجاستريك ريزيديو would only be evaluated لو الانفنت عنده جاسترو انتستينال سيمتوم تاني، لو انا عندي كونتكست بتاعت ان العيان عنده حاجه تانية في الجاسترو انتستينال سيمتوم، مش بس ان انا بعمل واتس كولد روتين بري فيد جاستريك ريزيديو واشيك عليه اعمل كده. وان ايفن لو الجاستريك ريزيديو كان جرين شود نوت، لو جرين لو طالع لي اخضر ات شود نوت سلو داون ذا ادفانسمنت اوف فيدنج فوليوم ان ذا ابسنس اوف اذر كلينيكال ساينز. يعني ما عنديش حاجه تانية غير جرينش جاستريك ريزيديو، ما ينفعش اوقف عليها. ليه؟ لان الجاستريك فلويدز لما بتبقى جرين ممكن اوت انديكيت الانستينال اوبستراكشن، بس ده هيبقى معاه حاجات ثانيه وواضحه العيان، لكن مور اوفن بتانديكيت اوفر ديستنشن للاستمك، بيانديكيت ريتروجريد ريفلكس اوف بايل انتو ذا ستمك. ايفن البلاد تنجد جاستريك فلويد دي كود انديكيت ان في انفلاماتوري بروسيس، لكن ممكن تكون بسبب ان في سلايت ميكوزال اريتيشن من الاندولينج جاستريك تيوب. ويا سلام لو حضرتك بتسحب دايما الجاستريك ريزيديو بسرنجه كبيره شويه، فانت بتعمل زي ما تكون بتاخد بايوبسي من الانستاينال وول كل مره، فانت نفسك الانجوريوس وانت السبب ان بيطلع لك بلاد تنجد جاستريك فلويد. يتبقى السؤال بصوره واضحه، اتسال في بيبر في 2020 في جورنال اوف بيرينيتولوجي، قال از روتين ايفالويشن اوف جاستريك ريزيديو فور بري تيرم انفنت سيف اور افكتيف؟ هل هو سيف؟ هل هو افكتيف؟ وبدأوا يجمعوا البيبرز. والمشكلة في الريسيرش في المنطقة دي إن الناس ما بتقولش أنا بسحب جاستريك ريزيديو بالظبط بسرنجة مقاسها إيه؟ هل يا ترى لما بسحب جاستريك ريزيديو ولاقيه برجعه وأرضع أو ما برجعوش باخده وارميه ولا لأ؟ فعلشان نقول الواقع حتى هذه اللحظة اللي إحنا فيها الاستاديس ما هياش هوموجينس، ومش قادرين نطلع بستيتمنت واضحة وإيفيدنس بيزد واضحة إن إحنا ما نعملش نهائي الروتين ايفالويشن اوف جاستريك ريزيديو، لان الابحاث في القصه دي مختلفه شويه ومحتاجين نشتغل على المنطقه دي اكتر. طب بالنسبه للستولز، احنا عارفين ان اتفقنا ان الانسينال موتيليتي مينز ماتوريتي، فاحنا عايزين البيبي يبقى الانتست تبقى موتايل ومحتاجين نرضعها. فالناس بدات تربط بان البيبي يجيب ميكونيوم او يجيب ستولز بان هي كده ماتور، وبدات تقول طب ما احنا نعمل بروفيلاكتيك ان احنا نحط لهم انيما او نعمل لهم جاستريك، نعمل لهم جليسرين سابوزيتوريز. والكلينيشن كتير قوي بيبداوا يمشوا على الروتين جليسرين سابوزيتوريز، وساعات بيدوها وحتى دايسين بيدوها كبروفيلاكتيك روتين، يعني مش لما يبقى عندي مشكله اديه، لا بيدوا الجليسرين سابوزيتوريز على طول لكل العيال. الابحاث في الحته دي كتيره جدا من بدايه الالفينات ولحد دلوقتي. في 2014 الكلام كان ان الروتين يوز اوف سالاين انيما والجليسرين doesn't alter الانترال فيدنج، ما بيأثرش قوي، ولكن
زي ما اتفقنا انه الكلام موجود لحد دلوقتي على الجريسن سابوزيتوريس، واتعمل لها بايلوت ترايل في 2020 اتنشرت، واتقال ان احنا ممكن هنكمل الريسيرش بتاعنا عشان نشوف قصه الجريسن سابوزيتوريس. بس لما حضراتكم تبصوا هتلاقوا هم بداوا ب 100 عيان، ال 100 عيان منهم دول اللي رجوا اليجيبل للقصه كانوا 34 عيان، منهم 3 عيانين جالهم بيري انال بليدنج ريكتال بليدنج، واكتشفوا ان فيهم انال فيشر، منهم واحد ما فيش حد فيهم تطور لريكتال كومبليت ريكتال برفريشن، بس كان فيه 3 انال فيشر. في عيان جاله من العيانين اللي خدوا سابوزيتوريس ان اي سي، ف doesn't look safe قوي، بس لحد دلوقتي احنا في انتظار نتائج الفول ستادي بتاعتهم، لان دي كانت البايلوت ستادي. هل يا ترى الانترال نيوتريشن لما انا بديه المفروض وانا برضع العيان اخد قبل ما اعمل ارضعه اعمل له ستول اناليسيس واتاكد طول ما انا ماشيه انه ما عندوش اوكلت بلاد في الستول؟ في ناس كتيره شغاله بكده، قبل ما ترضع قبل ما ازود الرضاعه اعمل اوكلت بلاد. لا، الداتا مش بتسبورت الكلام ده، مش المفروض ان انا اعمل اوكلت بلاد ستول، لان الاوكلت بلاد في ستول بيبقى بوزيتيف في حالات كتيره، اسهلهم وابسطهم ان يبقى في سوالد بلاد من الدليفري، وده بنعمله الاب تيست، ان يكون عنده انال فيشر، ممكن يكون عنده كولايتس، لكن هو لو عنده كواجيولوباسي، لو عنده اي حاجه ثانيه ممكن يجيب لي الاوكلت بلاد في الستول. فالاوكلت بلاد في الستول didn't correlate with the development of NEC، والبيبر دي قديمه من الثمانينات، ورغم كده ما زالت بعض الناس بتعمل اوكلت بلاد في الستول وهي جايه ترضع. طب احنا عرفنا ان احنا هنرضع انترال، يا ترى ايه اوصل للفول؟ وعرفت هبدا ازاي وهعمل ادفانسمنت ازاي؟ هو انا هدفي اوصل امتى؟ هدفي ان انا اوصل ل 150 180 ام ال بير كي جي بير داي. المفروض ان الولاد اللي اقل كيلو لو مشيت على البروتوكول اوصل في خلال اسبوعين، لو الولاد من كيلو لكيلو ونص هوصل في خلال اسبوع واحد، وده الايفيدنس بيست بروتوكول اللي لازم امشي عليه. وخلي بالنا ان احنا كل ما هنوصل بدري في الانترال فول انترال نيوتريشن، ده هيخليني اشيل الفاسكولار كاستر احسن وبدري، ويقلل لي كلابزي ويقلل لي السبسس. هل يا ترى رضع كل ساعتين ولا كل ثلاثه؟ كل ساعتين وكل ثلاثه ما زالت بينهم الليتريتشر مش واضحه، ومفيش حاجه تغلب الثانيه، لكن الاهم حاجه ان انا ادي انترميتنت بولس فيدنج، لان البولس فيدنج بتحسن ان انا اعمل ديستنشن في الاستامك وفيسيولوجيكال اكتر، وده بيطلع لي هرمون الريسبونس اعلى. وفي مقابل كده ان الكونتينوس فيدنج، في ناس تقول لك لا ادي كونتينوس فيدنج عشان تبقي فيري سلو بتدي القصه، ده بيقلل الهيومن ميلك فات اب تو 40%. وطبعا احنا عارفين ان الفات مهم قد ايه، والفات ده مهم خالص علشان الاميونيتي. فهل يا ترى كونتينوس نيزو جاستريك ميلك فيدنج بالمقارنه بالانترميتنت زي بعض؟ هما شكلهم زي بعض؟ لا، هما ما فيش فرق بينهم في التايم خالص تو اتشيف الفول انترال فيد، بيرجين البيرث ويت مع بعض، الجروس ريت زي بعض، ريت اوف ان اي سي زي بعض، الدايس اوف ديسشارج زي بعض. في بس زياده طفيفه في الكونتينوس فيد في الجروس ريت اثناء وجوده في المحضر، مش كفولو اب بعد كده، ودي ما هياش واخده ايفيدنس قويه. طيب هبدا امتى ارضع؟ انا كل ده برضع بنديه بالجافاش فيدنج والانترميتنت فيدنج بالرايل بالنيزو جاستريك تيوب. طب انا ابدا امتى اورال فيدنج؟ لما الدنيا تبقى ريدي. مين اللي يبقى ريدي؟ البيبي يبقى ريدي، مش حضرتك اللي تبقى ريدي. هو البيبي هيبقى ريدي امتى؟ البيبي بيعمل ساك من هو انترايتراين في بطن مامته من 18 اسبوع، لكن الكوردينيتد ساك سوالو امبريز بتحصل عند 32 34 اسبوع. طيب هل انا المفروض ان انا اعرف ازاي ان البيبي ده ريدي؟ بداوا يلاقوا حاجات شويه سبجكتيف زي الانفنت ده، بيعرفوا منه هل البيبي الساك سوالو بريز بتاعته ماتيور ولا لا. لكن احنا بالنسبه لنا هنستنى البيبي يبقى ريدي؟ لا، احنا المفروض نستعد عشان البيبي يبقى ريدي بان احنا نعمل له تريننج. ازاي ان انا هعمل تريننج؟ ان انا هعمل له كانجرو مادر كير، اعمل له نون نيوتريتيف ساكينج، اعمل له اورال اكسرسايز، ابدا اعمل له فريكوينت اسيسمنت هو بيمص كويس ولا لا، ابدا اعمل له ترايل للاورال فيدنج علشان ابدا اتخلص من النيزو جاستريك تيوب.
هل يا ترى احط فورتيفاير ولا لا؟ الفورتيفايرز اللي احنا بنتكلم عليها يا اما هي جايه من الهيومن او البوفاين او الدونكيس، يا اما حسب بيقسموها حسب النيوترينت الموجوده جواها، هي مالتي نيوترينت ولا فيها بروتين بس، فيها لبس بس، فيها كارب بس. والامبا اللي هي اليوروبيان ميلك بانك اسوسيشن في 2019 قسمت لنا ان الفورتيفيكيشن ميثود حاجه من ثلاثه، يا اما الستاندرد اللي معظمنا بنستعملها ان احنا نحط فورتيفاير جاهزه على كميه معينه من اللبن، او ان احنا نعمل individualized human milk fortification، وده ان احنا ندي الفورتيفاير according للبن، بيقيسوا البن ويشوفوا هو محتاج قليل نزود البروتين، زياده نقلل البروتين، وعلى اساس البن بيحكم، او التارجتد فورتيفيكيشن، ودي قصه طويله، ان احنا ناخد الهيومن ميلك نعمل له اناليسيس ونشوف حسب البيبي هو محتاج which component of ايه الحاجه الميسنج اللي موجوده في الهيومن ميلك بتاعه، وان احنا نزودها له. اللي بالنسبة لنا مهم في البراكتس، هل ندي early fortification ولا late fortification؟ لحد هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الكوكرين نزلت ريفيو في 2020 بتقول ان الأفيدنس مش supporting early ولا late، وان احنا لسه equivocal. فالكلام على كله على المالتي نيوترينت fortification، وبدأ من 2002 و2004 قالوا الفورتيفيكيشن يا جماعة وجودها أو عدم وجودها equivalent، محتاجين نعمل ريسيرش لو سمحتوا علشان نعرف نبدأ إيرلي ولا ليت ولا نبدأ إمتى. بحد 2016 ما زالت الداتا ليميتد على القصة دي عشان نعرف هندي مالتي نيوترينت ونديها إمتى، إيرلي ولا ليت، والريسيرش كتيرة جدا على النقطة دي. خلينا بس نقول جملة بالنسبة للإيرلي والليت، لو حضرتك عندك هيومن ميلك بيست human milk fortifier، يعني لو حضرتك عندك fortifier معمول من لبن الأمهات، you are allowed ان انت تديهم في اول 8 ايام. يعني هبدأ بعد اليوم الرابع ادخل مع، يعني الرابع عندي exclusively breast milk، اليوم الخامس ابدأ ادخل على طول. لكن لو ما عنديش الا البوفاين زي ما الوضع عندنا في مصر، I am not allowed ان انا ادخله من الخامس خالص، مش قبل 8 ايام اما افكر اديه حاجة معمولة من البوفاين. اللي available في مصر هو البوفاين، لان احنا طبعا عندنا مشكلة في ان احنا ما نقدرش نستعمل الهيومن ميلك بيزد فورتيفاير علشان الدونرز واختلاط الانساب. ما زالت في insufficient evidence في الايفالويشن بتاعت البوفاين ميلك اللي احنا بنستعمله، ودي فرصة لينا كويس قوي ان الناس اللي بتستعمل البوفاين ميلك درايفد فورتيفاير تبدأ تعمل ريسيرش عليه، لان احنا المكان اللي بنستعمله هم بره، وجود الهيومن ميلك بيز فورتيفاير بيخليهم يستعملوه بطريقة اسهل كتير. طيب هنخرج العيان ده امتى؟ انا عندي الديسشارج بلان بتاعتي واضحة خالص، انا عايزة البيبي حرارته مظبوطة، عايزة البيبي يكون بيرضع باي ماوث، هروحه مع مامته بيرضع بالفم، بيرضع بالفم يا اما اكسكلوسيف ريبليس فيد واحط معاه حاجه كومبلمنتري، او بيرضع ستاندرد، هتقروها في الليتريتشر كلها ستاندرد او انريتشي. الستاندرد يعني ايه؟ يعني انفنت عندي اكتر من كيلو 800 جرام بيكونسيوم اكتر من 180 ام ال بير كي جي، وعنده اوبتيمال بون هيلث، ده بياخد انفورتيفايد هيومن ميلك او تيرم انفنت فورمولا. الانريتشد دايت هي الفيدنج اون ذا بريست، بروفايد 2 او 3 فيدنج، يديله رضعتين ثلاثه من ترانزيشنال او البوست ديشارج فورمولا، وده ان شاء الله دكتوره ياسمين هتكلمنا على البوست ديشارج. لازم يكون البيبي عامل لي استابليش جروث ريت محترم، يعني الولاد اللي اقل من 2 كيلو يكونوا على الاقل بيجين 15 ل 20 جرام بير كي جي بير داي. ونرجع تاني نقول ان احنا لازم نستعمل جروث تشارت بتاع البريتيرم فينتون او ال 21st. لو البيبي اقل من 2 كيلو محتاجاه يكون بيجين من 20 ل 30 جرام برد. وان لاست ستيتمنت بالنسبه لي، نظرا لان احنا في زمن الكورونا، it is not yet clear whether covid 19 can be transferred via breast milk. فالناس مش عارفه هو بيتنقل بالبريست ميلك ولا لا، لكن بقيه الكورونا فيروس destroyed by pasteurization, but there is no evidence to inform whether covid if present اصلا would be similarly destroyed ولا لا. الجايدلاينز كلها بتنكرج البريست فيدنج ايذر ويز كونتاكت، يعني حتى لو الام تعبانه بناخد الكونتاكت والايربورن بريكوشن فور ويل بيبي لو البيبي كويس، او ندي اكسبريست ماتيرنال ميلك لو البيبي ان ويل. ونرجع نسال سؤالنا تاني، هنرضع البيبي ده ازاي؟
من كل اللي احنا قلناه احنا محتاجين to start TBN from the first day زي ما الدكتورة مها قالت لنا, وplease as early as possible very early introduction of enteral feed. ممكن نكون بنعمل ده بطريقة heterogeneous عن بعض شوية, لكن we should have a homogeneous mindset, لازم كلنا يبقى عندنا المعلومة دي. ما لا يدرك لا يترك كله, يعني محتاجين كلنا نبقى عارفين ان احنا عايزين نوصل للearly enteral nutrition. كنا نمشي slow أو fast ده نبدأ نظبط فيه. It's a great that to have an impact on long-term outcome, وده الحاجة اللي أنا عايزاها في الجولز بتاعة النيوتريشن. Interventions should start early in life. أتمنى أن أنا أكون وصلنا القصة وقربنا بين الevidence-based medicine وبين البراكتس اللي احنا بنعمله, وأنا كده أكون خلصت وشكراً لكم. شكرا دكتورة رانيا على المحاضرة القيمة دي. احنا بعد المحاضرة دي كلنا هنبتدي على طول ان احنا نرضع انترال فيدينج لكل بيترمز ومش هنخاف. دكتورة انا عايزين بس كنا نعمل سامري كده حبة اسئلة, حضرتك يعني جاوبتي على كل الاسئلة دي وبعت يعني وريتينا كتير راندمايز كنترول ترايلز كتيرة جدا, بس برضو دكتور يعني حابين ان احنا نسألهم تاني عشان نأكد بس على كل الأتنديز الكونسبتس الميس كونسبتس القديمة ان احنا خلاص هنغير. تمام كده؟ أنا شايفة يا مريم في الكويستشن حد بعد بيسأل هل ممكن أسيب الرايل مكانها ومفتوحة من غير ما أعمل فيها جاستريك ريزيدوال؟ لا, خليني أجاوب على السؤال ده الأول لأنه مهم. إن أنا أحط رايل في عيان وأسيبها مفتوحة, ده the best GIT rest في الدنيا, ده اللي بنسميه سيفوناج. أنا دلوقتي مش مخلية الانتستين تستحمل أي حاجة دخلة فيها خالص, بالعكس أنا أي سكريشن بتطلع هي بتطلع باسفلي في الرايل المفتوحة دي. راية مفتوحة ده the best GIT rest اللي بعمله في حالات الانسانال obstruction. لكن احنا اللي احنا عايزين نعمله والconcept اللي احنا بنحاول نوصله علشان كده بندي intermittent ان احنا نبقى more physiological, ان انا ادي كمية اعمل بالعكس distension للستامك بشوية content اللبن بقى, فعشان كده ما ينفعش ان انا افضيها على طول. وجود حاجة في الستامك intermittently هو ده اللي بيحسن الماتيوريتي وبيزود السكريشن بتاع الجي اي تي هرمونز. فلأ ما ينفعش اسيب رايل مفتوحة الا لو العيان ده عايز اعمله جي اي تي ريست. انا حط العيان ام بي او وفتح له الرايل عشان اريح معدته وبطنه كويس قوي. دكتورة رانيا. ايوه دكتورة شمس زحرق. ازيك, معلش انا اسف تو انترفير. اولا شكرا للمحاضره الجميله الجميله الجميله, يعني ام براود انه يعني اخواتي صغيرين بهذا المستوى. الكومنت بتاعك في محله تماما بخصوص الرايل المفتوحه, وان اكسبشن لو البيشنت بياخد على سي باب او اي نون انفيزيف فنتيليشن فممكن افتح الرايل. طبعا اتس نوت ا كونتر انديكيشن فور فيدينج, ولكن بالذات في الاطفال اللي تحت كيلو 250 ابدومينال ديستنشن بي فيري سيجنيفيكانت في الاطفال دول. حاجه بيسموها سي باب بيلي او نون انفيزيف فنتيليشن بيلي, وبتبقى ديستندد بزياده وبتخوفنا. فممكن اسيب الرايل مفتوحه لمده ربع ساعه قبل الرضاعه, مينلي مش عشان اشوف الريزيديو, علشان اعمل فندنج اعمل دي كومبريشن للستومك بتاعه الطفل ده واقلل الديستنشن. نمره 2, عايز بس تستريس الكونسبت اللي انا ما بقول بولس فيدنج. البولس فيدنج ده يعني على تلت الى نص ساعه ومش اسرع. يعني الكونسبت اللي انا اديوله بالسرنجة بوش ولا اديوله بالجرافيتي رابيدلي مش صح. It is not physiological. الطفل ده متحط على البريست بتاع امه ما بياخدش الرضع في 3 دقايق, بياخدها في تلت ساعة الى نص ساعة, and this is physiological. فكلمة بولس ما تسويش اللي انا بوش تساوي اللي انا اديه على تلت الى نص ساعة وليس اسرع من كده. طبعا اكيد, لانه مش مفيش حاجه فيسيولوجيكال خالص بوش. يعني احنا بنحاول تو ميميك الفيسيولوجي اللي هو البيبي بيرضع من مامته في العادي بياخد حوالي من ربع لثلث ساعه, وهو ده اللي احنا بنميميك الفيسيولوجي بتاعه.
هو ده بس كنت عايز تستريس النقطتين دول. ميرسي يا دكتوره رانيا. حضرتك وولادك يا دكتور هشام. ميرسي يا دكتور هشام. طيب نبتدي يا دكتور بالاسئله. When to reach full enteral feeding, is it related to weight less than 1 kilo ولا between 1 and 1.5 kilo؟ يعني لو الطفل مثلا اقل من كيلو المفروض ان انا اوصل الانترال فيدنج بتاعه الفل في خلال اسبوعين او ثلاثه، ولو هو وزنه اكتر هيبقى اسرع شويه، ولا راي حضرتك ايه؟ If we stick للبروتوكول، لو احنا مشينا على الستاندردايزد ريجيمين فور انترال فيدنج، المفروض ان انا في البيبي اللي هو اقل من كيلو معايا لحد اسبوعين هوصل فيه، والبيبي اللي فوق كيلو ال 2 كيلو ممكن اوصل في اسبوع. طبعا احنا معظمنا بيبدا سلوور شويه فبناخد وقت اطول، فاحنا بس عايزين نسرع واحده واحده، يعني خلي اللي بيدي سنتي كل 6 ساعات او بيدي سنتي كل 3 ساعات يا ريت نعلى ل 10 ام ال، نبدا ب 10 ام ال تايم، واللي بيدي 10 جرب تدي 20 فهيبقى احسن ان شاء الله، هنوصل لوقت مناسب ان احنا نوصل فول انتر. دكتوره رانيا ممكن اتكلم؟ اكيد يا بيه. أنا عايز بس أقول حاجة، إنه سنة 93 في واحد اسمه إهرن كراز في دولة اسكندنافية مش فاكر ويتش أوف ويتش، عمل دراسة جميلة جدا على الليت أونست سيبسيس، أنا بتكلم 93 يعني داخلين تقريبا على 30 سنة، ولقوا إنه الأطفال اللي بتوصل الفول انترال فيدنج في خلال أسبوع إلى أسبوعين الانسيدنس أوف ليت أونست سيبسيس ما بتزيدش عن 5%، اللي بتوصل في ثالث اسبوع بتعلى لحاجه 20%، واللي بعد كده بتعلى لحاجه 50%. انا بتكلم على ظروف الدول الاسكندنافيه، احنا الليت اونست سيبسس عندنا اعلى بكتير خالص خالص خالص. انا كنت بحضر محاضره قريب على الليت اونست سيبسس ولقيت كلام مرعب، الكلام المرعب ان بيقول لك الليت اونست سيبسس ما عندش الاشكال ان هو يعيش من السيبسس ولا هيموت في السيبسس. اه طبعا ده اشكال، واشكال جوهري ان وانس ان حصل ليت اونست سيبسس النيورو ديفلوبمنتال اوت كم از سيفيرلي امبيرد، وعندي حاجه اسمها تيرشري انفلاميشن بتستمر فور ييرز في الديفلوبينج برين. يعني كلام مرعب. فبيقول انه البيست از بريفنشن، البيست از بريفنشن. فلو عايزين نعمل واحنا احوج تو بريفنت الليت اونست سيبسس اللي هو اللي عندنا الانسيدنس اوف ليت اونست سيبسس في وحدتنا بيعدي ال 60 الى 70%، وده ارقام مرعبه. يبقى احنا لو عايزين نوصل الى ليت اونست سيبسس وي شود تارجت الاجريسيف انترا نيوتريشن، يعني احنا اولى اللي احنا بدل ما ابتدي على 10 ابتدي على 20، اكمل الترافيك فيدنج يوم يومين وبعد كده اعمل رابيد ادفانسمنت. زي ما انت وريتينا انه الرابيد ادفانسمنت از نوت اسوشيتد وذ انكريس ريسك، انا بالنسبه لي حاجه مهمه خالص لما بعمل الرابيد ادفانسمنت واقدر اوقف السنترال، اشيل السنترال لاين بتاعتي او اوقف المحاليل بتاعتي عامه محسوبه بره ان تلتين الليت اونست سيبسس از ريليتد تو ذا فاسكولار اكسس، تلتينها في تلت مش ريليتد لكن تلتينها ريليتد للفاسكولار اكسس. يبقى انا لو قدرت اوقف الفاسكولار اكسس او اوقف الادمنستريشن اوف اديشنال فلويد او تي بي ان اقدر بقلل تلتين الريسك اوف ليت اونست سيبسس، واحنا اولى بيه بما ان الاشكال ده اعظم عندنا بكتير خالص، بما ان اشكال المالتي دراج ريزيستنت والاكستندد دراج ريزيستنت والبان دراج ريزيستنس عندي عاليه جدا 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 اعلى من بره، فاحنا اولى ناس نعمل كده. بما ان احنا اكتر ناس عندنا هذه المصايب احنا اولى ناس تو ستيك للاون ماترنال ميلك او الاكسبريس بريست ميلك باي وسيله، ونحاول نقلل بقدر الامكان استخدام الفورمولي which are proved great of great value for prevention of sepsis and NEC. يبقى انا معاكي ان احنا نبقى كوشس، بس الكوشس بتاعي لازم يبقى تارجتنج حاجات اهم بكتير خالص خالص خالص، اللي هو السبسس عندنا اعلى بكتير، الكومبليكيشن بتاعت السبسس نيورو ديفلوبمنتال احنا مش عامل لها اسسمنت، بس دي حاجات مرعبه جدا جدا جدا. يبقى ايه
I am pro with the aggressive enteral nutrition. المقالة اللي حضرتك وريتيها بتاعت الـ total enteral nutrition for extremely low birth weight neonate، أنا كنت شفتها، كنت شفت لها كلينيك، شفت لها برزنتيشن، أول ناس ابتدوها كان في إيطاليا، وكان بيقدموا الكلام ده سنة 2008 في كان في البريناتولوجي ميتنج اللي كان معمول في فلورنس، وكان بيعملوا بايلوت ستادي ليها، وقدروا في الاكستريملي لو بيرث ويت نيونيت في الاطفال اللي تحت كيلو 250 يعمل اوتال انترال نيوتريشن، يعني ما خدش اي محاليل. هما بيبتدوا من بدري جدا جدا في الانسيبيتد بري تيرم بيبي، يبتدي يجمع الاون ماتيرنال ميلك قبل الولاده، ودي ايشو لازم نفكر فيها قبل الولاده. الكونسبت بتاع الاكسبريشن اوف بريست قبل الولاده كان انديوس بري تيرم ديليفري مش صحيح، لا ده الام اللي انا عارف انها تولد بدري، ابتدي اجمع لبنها من قبل ما تولد، واخزن اللبن من قبل ما تولد، وابتدي اديه للطفل بالريت اوف اديله القديم ثم الاحدث ثم الاحدث، بحيث نقدر نوصل للتوتال انترال نيوتريشن. ده حلم بالنسبه لي، نوصل للتوتال انترال نيوتريشن في الاكستريم لو بيرث ويت نيونيت. الجروب ده كان بيقدم البايلوت ستادي ما عندوش ولا حاله سبسس ولا حاله نيكروتايزنج انتيروكولايتس. طبعا الفرق انه كان اكستريملي ويل كيرد، امهات عاملين سكريننج كويس جدا، واخدين انتي نيتال ستيرويد، شايفين الجروب بي ستريبتوكوكال انفكشن سكرين معمول للام، مطمنين الام ما عندهاش يورين تراكت انفكشن، وعملوه وكان اتس جريت سكسس. فاحنا اولى بهذا الكلام، يا ريت نحاول نعمله، يا ريت نبقى احنا البروموتنج للاجريسيف انترا نيوتريشن في البري تيرم بيبيز. هو انا كان دايما ردي على الناس اللي بتقول ان احنا عندنا مشاكلنا وعندنا سبسس وعندنا وانتم مش عارفين وعيالنا مختلفه وتمريضنا مختلف، ان احنا بقالنا 20 سنه ماشيين مع السلو. طب ليتس ترايل فاستر، يعني ما انت بقالك 20 سنه بتشتغل بالسلو ومطلع نفس النتائج، انك برضو عندك سبسس كتير، عندك نك كتير، عندك فيدنج انتوليرنس كتير، واي نوت تو جيف ا ترايل وتجرب الفاستر ريت، نحسن البراكتس بتاعنا شويه. يعني الناس كتير ما بتاخد الايفيدنس بيز على ان دي حاجه مش عندنا ومش معموله عندنا ومش في الاتموسفير بتاعنا والوضع عندنا مختلف. لا، احنا مش مختلفين، احنا بالعكس اللي اشتغل مننا بطريقه الايفيدنس بيز عارف ان هو ممكن يطلع نتائج احسن، بس نبدا نغير المايند سيت بتاع انه لا وبشويش واحده واحده واحنا معانا وقت والزمن طويل. انا معاكي تماما، بس انا طموحي اكتر من طموحك. انه مش بس اللي انا عايز اغير، بقالنا 20 سنه بنعمل الكلام ده وبنتخانق عليه، اللي انا let's try a cardinal shift، اللي انا اعمل 180 درجه shift واعمل aggressive enteral nutrition بدل نظام البدايه بالتحسيس، اعمل aggressive enteral nutrition expressed maternal milk واشوف نتائجي هتعمل ايه. انا اول بيها، انا اختلاف ظروفي محترمها جدا، وعلشان انا ظروفي وتمريضي وعدد التمريض وامكانياتي اقل، فانا اولى اللي انا اعمل كل حاجه ممكنه علشان اشيل اللاين بتاعي as early as possible، اشيل الفلويد اللي انا بديها as early as possible، واوصل للفول انترال انتيك as early as possible. أولى بيها علشان ظروفي المختلفة، فأنا احتراما لظروفي I should be with the aggressive enteral nutrition. احنا عمتنا في عين شمس مع حضرتك، طبعا احنا فريق الاجريسيف. بس علشان كلامنا ما يزعلش حد مش موجود هنا وفي الفريق. طيب شكرا دكتور هشام. احنا تاني سؤال معانا، الoptimal frequency of feeds، هل انا هرضع كل ساعتين للأطفال اللي هم أقل من كيلو 200 ولا هخليه كل 3 ساعات زي ما احنا كلنا متعودين؟ وهل الأكبر من كده هخليه 3 hourly ولا ممكن أبقى أوسع أكتر تبقى ممكن كل 4 ساعات؟ زي ما قلنا وزي ما دكتور شام لايد ستريس على القصة، إن احنا عايزين intermittent feeding مش continuous، احنا بنحاول نبقى physiological، وintermittent مش معناها بولس، intermittent معناها إن أنا هدي العيان جافاج أو هديها على مدى تلت ساعة نص ساعة، بس تبقى intermittent 3 hourly أو 2 hourly evidence based لسه ما حكمتش بينهم
بس احنا معظمنا في البراكتس ما بنلجأش للتو اورلي الا لو العيان كان عنده سام سورت اوف فيدنج انتوليرنس على 3 اورلي او عنده ريفلكس. واعتقد دكتور شام في المحاضره بتاعته ان شاء الله يكلمنا على الثيك انفنت ده يبقى فيها قصه. هو دكتوره رانيا معلش هيقول انترفير بالذات في الاطفال اللي تحت كيلو 250 كان في شويه ايفيدنس ان فيفر مع 2 اورلي، بس مش لازم انسى ان لما بعمل 2 اورلي معناها ان انا بزود البردن على التمريض بنسبه 30 ل 40% ودي حاجه تتاخد ان كونسيدريشن. ما ينفعش انا يبقى عندي ممرضه ماسكه اربع اطفال حتى فاد مش فنتيليشن واقول لها لا هديكي كمان 40% زياده في الورك، فانت بتفصلي بتفصلي الامور بتاعتك. حقيقي ان في ايفيدنس بتقول انه في الاطفال تحت الكيلو 250 افضل يبقى 2 اورلي. شوفي ظروف التمريض بتاعك والريشيو ما بين التمريض والاطفال بتاعتك، ولو الريشيو بتاعك معقول وي ام ويز ال 2 اورلي بيس فيدنج في الاطفال اللي تحت كيلو 250. كان في حد في الاسئله بيسال على الكيوز ان انا ارضع البيبي البريترم اون كيوز. خلينا نقول اون كيوز فيدنج في البريس فيدنج ده بنتعامل معاه مع الفول تيرم مينلي، ولو بريترم هيلثي فوق كيلو 800 او ما عندوش اي حاجه تانية ما ينفعش اعتمد على الكيوز بتاعه البريترم. اف هي واز سيك لو كان عنده اي مشكله ما ينفعش اعتمد، زي ما اقدرش هو اللي يناديني ويقول لي رضعيني او ما ترضعينيش، هبقى انا اللي ليدنج ذا واي في الرضاعه. لكن لو هو فول تيرم ده مش موضوعنا، او لو هو هيلثي بري تيرم ممكن استعمل الكيوس، وده بيبقى للولاد الاكبر شويه اللي هم فوق 2 كيلو 2 كيلو ونص. لكن في الصغيرين ما اقدرش اعتمد على الكيوس لان هم الكيوس عندهم بتبقى اضعف كتير من الولاد الاكبر. تمام، شكرا دكتوره رانيا. بالنسبه لحاجتين سؤالين التانيين على الترافيك فيدنج، حضرتك كنت already stated ان احنا في ال randomized trials ان احنا لازم نبتدي traffic feeding من الاول خالص، وان احنا المفروض ان احنا نبتدي من كمية من 10 لغاية 15 على حسب الوزن، ممكن up to 25 ml per kg، وان احنا ما فيش contraindications لان انا ابتدي traffic feeding except for intestinal obstruction otherwise asphyxia, respiratory distress, hypotension، دول كلهم مش هيوقفوني ان انا ابتدي ابدا traffic feeds. صح كده دكتورة رانيا؟ حجج وبعبع احنا اللي ربنا روحنا. تمام. طيب السؤال بقى اللي بعد كده يا دكتور حاد، قد ايه على الترافيك فادز؟ يعني امتى ابتدي مع الطفل نيوتريشنال فادز يعني رضعات كويسه؟ احنا اتفقنا ان احنا ممكن في ناس بتعمل برلونج مينيمال انترال نيوتريشن، لكن ده مش البروتوكول اللي الناس ماشيه عليه، وان احنا الانكريمنت بتاعنا بيبقى حسب وزن البيبي، وكنا حطينا جدول ليه لطيف ان الانكريمنت ممكن لو هو اقل من كيلو هبدا على ثالث يوم هثبت بس المينيمال انترال نيوتريشن 3 ايام، وابدا من الرابع او الخامس ازود على طول. لكن الولاد الاكبر من كيلو ممكن اعمل انكريمنت من ثاني يوم مباشره. تمام اوكي. طيب وحضرتك كنت قلتي برضو ان احنا التايب اوف ميلك از بيست از الفريش اكسبريس بريست ميلك، وبعد كده اللي هو ستورد، وبعد كده لو في دونر اللاست تشويس بتاعنا هو هيبقى الارتفيشال ميلك. الفورمولا. طيب. تمام. السؤال ده دكتور هشام اوريدي كان جاوبه، هل ان انا ينفع ان انا تو فيد بيبيز على نون انفيزيف فنتيليشن، وهل انا ممكن اسيبه على ترافيك ولا اعمل له انكريمنتس؟ احنا اتفقنا مفيش كونترا انديكيشن خالص للترافيك فيدنج الا الانتستينال اوبستراكشن والكونتكست بتاعتها الان اي سي. فاحنا هنرضع على سباب، هنرضع زي ما دكتور جام قايل، ونفتح الرايل شويه علشان نعمل شويه جي اي تي ريست ديفليشن، لان بيبقوا الولاد اللي على سباب دول معاهم ديستنشن قوي جدا. لكن غير كده انا برضع وبزود انكريمنت بتاعي، وبروفايد ان العيان ماشي معايا كويس بزود عادي خالص. اوكي اخر سؤال معانا يا دكتور، هل انا هعمل اسسمنت للفيد انتولرنس في الجاستريك ريزيدجز والابدومينال جيرث ولا لا؟ ايه رايك؟ يعني اعتقد بعد اللي بس احنا بناكد بس على روتين بري فيد جاستريك ريزيدجو يو كان اوميتد. مفيش روتين جاستريك ريزيدجو ما بيتعملش خلاص، هم ما بيعملوش روتين، مفيش روتين. ممكن نعمله لما الاقي العيان شوين جي اي تي مانيفستيشن، خلاص العيان ده بقى عنده كذا حاجه مع بعض بدا اقلق منه. انا مش عايزه احط دماغي في الثلاجه، انا برضو عيني على العيان في
اكتر من حاجه بتشاور على انه عنده جي اي تي بروبلم ابدا ادور على القصه فيها ايه. لكن ديفينتلي ما هياش روتين بريفيد جاستريك ريسيو. تمام دكتور. كان في عندنا سؤال في الشات، ازاي اعمل فورتيفيكيشن ان ايجيبت؟ هل احنا عندنا حاجه ممكن نعمل فورتيفيكيشن للبن؟ بص يا ستي، البست بالنسبه لنا علشان احنا ما عندناش هيومن ميلك بيست فورتيفاير، لان ده عليه مشاكل ايثيكال بالنسبه لنا، فان احنا نعمل هايند ميلك فورتيفيكيشن. يعني احنا عارفين ان الفور ميلك ده بيبقى ميل لكربوهيدرات، فبنخلي الام تعصر الرضعه. اللي عارف الرضعات، رضعه الفور ميلك بيبقى لونها ابيض شويه، رضعه الهايند ميلك بتبقى اصفر واتقل شويه. فاحنا بنحاول نقسم تعصيره الصدر الواحده لفور ميلك وهايند ميلك، ونبدا نرضع البيبي بالهايند ميلك. هو غالبا مش هياخد كل الكميات اللي الام هتعصرها في الاول، فنديله هايند ميلك. ده هيبقى الفورتيفاير المقبول بالنسبه لي كهيومن ميلك بيست. انا هاخد من نفس لبن مامته الهايند ميلك مينلي ارضعه، ولو عايز اكمل اكمل فور ميلك. البوفاين بيست موجود في السوق، بس طبعا احنا مش هنتكلم على براندات بالتحديد، بس بوفاين كولوستروم موجود في السوق. بس خلينا نقول ان احنا الافضل طبعا ان احنا بنتكلم على مامته لو عندها كولوستروم، this is the best. لو قدرت اجيب من حد تاني ده second choice. لو انا ما عنديش غير كميه قليله هعمل بيها اورو فارنجال سواب، وده هيوصلني النتائج معقوله later on ويزود الميلك سبلاي بتاعنا. اوكي ميرسي جدا دكتور رانيا، وميرسي على الطاقه الجميله دي. دلوقتي بقى هنبدا ان شاء الله، يعني دكتور هشام واحنا كلنا قاعدين